السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. انا راني سافا الحمد لله. جيسبر انتم تانا تكونوا بيان. كيما راكم تشوفوا ديت نبارطاجي معاكم هاد لا غوسيت تاع لي بغياش اللي واش نقول لكم ادمان ادمان ادمان، بزاف بنين وبزاف خفيف وناجح، ويعني في وقت قصير برك اللي تقدروا توجدوه. كيما راكم تشوفوا يعني راهو باين. لي زانغريديون تحقوا كاس غير ربع سكر، نص كاس زيت، كاس حليب دافي، بطانية وفت ناتور، وبيضة ومغرف زبدة، فاني خميرة تاع الخبز مغرفة كبيرة، وساشي تاع ليفيغ شيميك. نديرو الكاس تاع الحليب الدافي هو الأول، نزيدو فوقو السكر كيما راكو تشوفو والخميرة تاع الخبز. هادي هي لا بخوميييغ إيتاب. نخلطو مليح ونزيدو فوقهم هذاك نص كاس تاع الزيت كيما راكو تشوفو، ونكملو نخلطو. زدت كاس تاع فرينه، هاد الكاس يرفد 100 غرام، او توتال درت 400 غرام. دوك من بعد نزيد 3 كيسان، نزيد نخلط مليح حتى تتحلي كاع هذيك الفرينه في الخليط ديالي. هنا من بعد ما تحلت لي كاع الفرينه يعني خلطتها مليح، نخليها 10 دقائق ابار تريح شويه. ومن بعد 10 دقائق يجوزو نجي نزيد فوقها الياغورت ناتور كما راكم تشوفوا، ونزيد فوقها بياض البيض البلون دوف وجون دوف، نخليه باش ندهن به لي بغيوش تاوعي فيغ لافا. كيما راكو تشوفو نخلط مليح لافاني. والحاجه المليحه هاد البريوش يعني ما يتعجن ما والو. نزيد جوج كيسان فرينه لا ليفيغ شيميك، ونكمل نخلط كلش. يعني تقدروا ما مديروه في الروبو اذا حبيتو كيما تحبوا. انا يعني قلت باش نشجع الاخوات اللي ما عندهمش روبو ولا يعني يخدموه، يعني هو اصلا ما يحتاجش روبو. كيما راكم تشوفوا نخدمو مليح بلا سباتول. انا نزيد الكاس الاخراني تاع الفرينه، صافي 400 غرام بالكاس الاولاني اللي درناه مع الاول، ونكمل ندخلها مليح في العجينه تاعي. هو السر باش ينجح لك البريوش تاعك سيك لاباط تكون طريه بزاف، يعني تكون تتلاصق. دوك تشوفوا هنا راح نجي نحي لاسباتول تاعي ونبدا نخدمها بيدي. يعني برك باش يعني تجيني سهله خير، باسكو بلاسباتول شويه قالير. كيما راكم تشوفوا نسي نخدمها مليح، يعني ماشي نعجنها غير نلمها برك، ونزيد هذيك مغرفه تاع الزبده هذيك اللي قلت لكم عليها في الاول. هنا الزبده كانت شويه بارده، صافي كوش درت سخنتها شويه في الميكرووند. سخنوها غير شويه في الميكرووند غير باش تنطلق، ولا خرجوها من قبل كي تكونوا على بالكم اللي حديروا لي بغياش خرجوها من قبل. دوك نسي ندخل هذيك الزبده كاع في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هاد الزبده راح تعطينا هذيك الطراوه اللي بغياش تاوعنا، ويجو بزاف خفاف. كما راكم تشوفون نسي ندخل هذيك الزبده كاع. هاي ديك العجينه تاعنا كيفاش راح تكون فريمون تتلصق في اليدين. هنا من بعد ما كملت دخلت كاع هذيك الزبده في العجينه، نجي نخلي العجينه تاعي كيما راهي، نخليها تخمر الخمره الاولى. انا هنا باش يعني زربت شويه، شعلت الفوق سخنته وطفيته ودخلتها لداخل وخليت الباب مفتوحه باش خمر لي بالخف. ندير الفرينه في لو بلون طرافاي تاعي، وندير فوقو لاباط كيما راكو تشوفوا. ونزيد نجي نرشها بشويه تاع الفرينه من الفوق، ونسيي نلمها كيما راكو تشوفوا. تجي يعني عجينه بزاف شابه وطريه. هنا كيما راكم تشوفوا نجي نلويها شحال مخطره، ونغلقها من التحت، وهنا نبدا نشكل. بالنسبه للشكل اللي تحبوا يعني شكلوا واش تحبوا، انا نعطيكم برك دي زيدي. كيما راكم تشوفوا انا قطعت لاباط ديالي القطع يعني شحال من قطعه، يعني ديروهم كبار ديروهم صغار كيما تحبوا. هنا نبدا نكور فيهم باش نديرهم دي بول هكا صغار، ومنها نسهل الخدمه على روحي حتى كي نكمل الكميه كاع اللي راهي عندي.
بالنسبه للحشو تاعهم انا استخدمت الشوكولا نوتيلا لا باتا تارتيني، يعني استعملوا اي ماركه ولا غير دي كاري شوكولا يعني مرسوة تاع شوكولا ولا لا كريم باتيسير، ديروا يعني واش تحبوا، يعني هذا اختياري. كما كنت تشوفوا نجي نعمر النوتيلا هكا في الوسط، يعني درت كونتيتي مليحه، ونسيي نجبد هذوك الجوانب تاع لاباط ونبدا نغلق. ولاباط يعني تال مشبه وخفيفه ايتو راح تعاونك بزاف في الخدمه وما تعذبكش كما راكم تشوفوا، يعني تخدم فاسيلمون. نكمل يعني نعمرهم بهذا الشكل، وكما وريت لكم نحلهم هكا بالطول حتى كي نكمل لا كونتيتي كاع اللي راهي عندي. هنا راح نجيب هاد لو بلاطو تاع المسكوتشو اللي نطيبوه فيه، يعني ان بلاطو غاتو لسنيوه مدوره اللي عندكم، ونبدا نستف لي بريوش توعي على شكل ورده كما كنتو تشوفوا هكا. وكما قلت لكم ابخي يعني لي بريوش ديروهم كيما تحبوا، تقدروا ديروهم مدورين يعني تقدروا، مي فرانشمون ورده هكا جات بزاف شابه وتجي بزاف بريزونطابل يعني كي تحطوها في الطابله. نكمل نشكل كما راكم تشوفوا، نستفهم وحده قدام وحده، ما نخليش بيناتهم بزاف لي سباس، غير شويه باش من بعد كي يزيدوا يخمروا لي راهم رايحين يعني يلصقوا كما راكم تشوفوا. كما شفتم بعد ما يعني استفتهم كاع هكذا رفدت لي يعني 3 4 5 8 8 نزيد نعمر هذاك يعني الفراغ اللي كاين في الوسط بشويه برك عجينه، ودرت فيها الداخل نوتيلا ودورتها هكايا، يعني غير اون بتيت بول يعني ماشي كويره كبيره، ونحطها في الوسط هكذا كما كنت تشوفوا. نجبد لها الجوانب باش تجينا شابه، ونحطها يعني دو كوتي تخمر كما قلت لكم لو طون اللي نكمل هذوك لي كات بغيوش اللي قعدوا لي. يعني هادو درتهم عادي، درتهم بالطول برك، وحطيتهم يعني طابو وحدهم ابار. تشوفوا حطيتهم يخمروا ابا، من بعد ما خمروا لي شوفوا يعني ما شاء الله كيفاش خمرت وطلعت. نجيب هذاك صفار البيض اللي خليتهم قبيله جون دوف، زدت له غير شويه حليب، ونبدا ندهن غير بالعقل باش ما نعاودش نهبط لها هذاك الخميره تاعها، يعني ندهن غير بشويه. وكما قلت لكم راح ندير لها هاد لي مورسو دو سكر صغار هادو تاع لي شوكات، نتوما يعني ديروا واش تحبوا كما قلت لكم هذا اختياري، تقدروا يعني ما ديروا لها والو. نكمل كما راكم تشوفوا دهنتها مليح، وهنا راح ندير هذاك السكر غير في الوسط باش يعطينا شكل الشباب، وفي الاخرين راح ندير غير شويه جلجلان كما راكم تشوفوا يعطي شكل الشباب تاعنا. اي فوالا لا بريوش تاعنا، يعني سخنا الفوغ على 180 درجه وندخلوها طيب، يعني ما تفوت هذيك 15 دقيقه. هادو الاخرين اللي درتهم غير سامبل هكذا تانا دهنتهم وشبحتهم يعني غير بشويه هكا غير بالموس، يعني جوست باش يجونا شابين كما كنتو تشوفوا.
وهما تانا دخلتهم يطيبوا، دخلتهم يطيبوا كيف كيف او ميم طون. كما كنت درت لي بغيوش هادوك من التحت وهادي درتها من الفوق، وغلقت عليهم يعني طيبتهم من الفوق ومن التحت على 180 درجه 180 دوغري. من بعد يعني ما خرجتها وخليتها بردت مليح، لو طون راح جبت ولادي من مسيد ووليت رشيتها بالسكر غلاس كما كنت تشوفوا، وخرجت ما شاء الله خرجت تهبل. شوفوا يعني كيفاش خرجت خفيفه بزاف، يعني تاكلوا ما تحسوش، تاكلوا ما تشبعوش منها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتاكلوها بالصحه ولهنا. واذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم والوصفه تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي جام وكومونتير بيان سور واذا حبيتو، وتبارطاجيو مع ناسكم وحبابكم. نقولكم تهلاو في رواحتكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي.